ان او هو الحقيقه ملاحظه وليست سؤال، ان هناك ترويج للمصطلح الامازيغي وانه يعتبر مؤامره ضد العروبه، وهذا كلام غير صحيح على الاطلاق طبعا. يعني انا لا اؤمن به مطلقا. الامازيغ شعب قديم كان موجود في شمال افريقيا قبل مجيء العرب، يعني قبل دخول العرب، يعني هم كانوا السكان الاصليين لشمال افريقيا، يعني من ليبيا، وحتى لهم مؤثرات اوليه على الحضاره المصريه، فهم موجودين يعني، وهم شعب المورو يعني، او الشعب الموري، كانوا لهم اثار ولهم يعني انا اتذكر كنت في ليبيا وشفت الكثير من الاثار اللي موجوده على الصخور، وشفت يعني هذا المتحف الطبيعي الجبار الذي يوحي بوجود سكن هائل في المكان حقيقه. فمن غير الصحيح يعني، نحن في عصر يعني حديث، ومن غير الصحيح على الاطلاق ان ننفي وجود شعوب كامله يعني بهالطريقه هذه. فهو شعب موجود وقائم واستمر من عصور ما قبل التاريخ، ثم بدأ بالعصور التاريخية وصولا إلى العصر الوسيط اللي هو مجيء الإسلام ودخول الفاتحين العرب بين قوسين. يعني هذا زمن طويل جدا يعني، نحن يعني بصراحة يعني حصل هذا في القرن السابع السادس الميلادي يعني. طيب قبل الميلاد ماذا كان موجود؟ هل الأرض خالية كانت يعني؟ مو صحيح هذا الكلام، ولذلك هي ليست مؤامرة. وللأسف كانت هناك يعني ما يسمى بالنعرة السياسية اللي تنادي بالقومية بالمعنى المتطرف هذا، التي تنكر وجودها أو على الأقل تخفف. لا هذا غير صح. أما أن يقال بأن هناك علاقة بين اللغوية وحتى ربما عرقية بين تلك الأقوام القديمة وبين العرب، هذا وارد جدا باعتبار أن المنطقة بأكملها يعني من أصول قريبة من بعضها. لا نقول يعني، بس لكن هناك اختلاف يعني. اللغة الأمازيغية أو اللغة المورية لغة مختلفة، اختلاف واضح جدا عن اللغة أو عن مجمل اللغات السامية، حتى أنه في الاصطلاحات القديمة نقول أن هذه لغة حامية وتلك لغات سامية بالاصطلاح القديم. لكن طبعا أنا عندي وجهة نظر الحقيقة تقرب جدا من هاتين يعني، على الأقل تقرب المنطقتين يعني من بعضهم، وسأطرحها في الكتاب بشكل واضح جدا. هاي من أهم الناحية. بالنسبة للإسلام، تحدث الأستاذ هشام وقال ما هذا التناقض بين فكرتي التسامح اللي هي لكم دينكم ولديني، وفكرة أخرى اقتلوهم حيثما ثقفتموهم، أو لا إن الله إن 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 الدين عند الله الإسلام مثلا. الحقيقة يعني هي تفسر بالناسخ والمنسوخ يعني عند المسلمين، ولكن أنا أقول شيء يعني، أنه هذا يأتي ضمن ما يسمى بتطرف الأديان في جعلها يعني كل دين، خصوصا بالمناسبة خصوصا الأديان السماوية. الأديان القديمة لم يكن بيناتها تنافس بكل صراحة أقولها، ولم يكن بيناتها حروب، ولم تشن الحروب بأسماء دينية على الإطلاق، لأن كان من الطبيعي جدا أن السومري له ديانة سومرية، هذا أمر طبيعي، وأن من حقه أيضا أن لا يكون ضمن الديانة السومرية، أمر طبيعي. لا يسمى كافرا من يخرج عن الدين السومري إطلاقا، يعني ربما مجحف بحق الآلهة، ربما يعني هو لا يطيع الأوامر، يعني كلام آخر، ما عندهم شيء اسمه كافر وخارج عن الدين وإلى آخره. ولم تشن بين الشعوب القديمة حروب دينية على الإطلاق، وهذا الكلام أنا قلته في أكثر من مكان. لكن المشكلة مع الأديان الإبراهيمية، ويا ريت هاي الأديان متصافية بيناتها ونقول أنه هي يعني لأنها اكتشفت التوحيد وآمنت برب واحد فقط فهي المفروض أن تتسامح بيناتها أول مرة. لكن أكثر الحروب دموية هي بين الأديان الثلاثة هذه. يعني ما هذا التناقض؟ أديان ثلاثة تدعي أنها موحدة وأنها قريبة من واحد وأنها من نسل واحد اسمه إبراهيم، لكنها محتربة ومتقاتلة بيناتها، وشعلت حروب المنطقة يعني منذ حوالي يعني ظهرت إلى اليوم، ما زالت إلى اليوم محتربة
وسبب احترامه هو هذا الذي سأقوله. ليس الإسلام فقط يدعي بأنه مركزي والآخر كافر، كل الأديان الإبراهيمية. مستحيل اليهودي يقتنع بأن المسيح على حق وأن دينه صحيح ولا يقبل بالإسلام. يعني تعرفون القصة، المسيحية جاءت خطأ، ليس هو هذا المسيح الذي نقوله. المسيح عندهم هو يعني ليس هو، معروف هذا. المسيحيون يقولون لا يمكن قبول المسيحية، نسخت ما قبلها من اليهودية وهي لا تقبل بوجود يعني دين جديد اسمه الإسلام، والإسلام نفاهم جميعا. فهذا الحقيقة الطرد والنفي موجود بكل صراحة، جزء من مركزية. لماذا؟ نسأل السؤال لماذا؟ بكل بساطة، لأن هذه الأديان شمولية، لأنها كل دين يرى أنه هو يصلح لكل البشر، أو بشكل شوي أكثر فصاحة يريد أن يكون دولة باسمه لكل البشر. هي هاي الحقيقة. يعني هو مبطن سياسي في داخله أنه تريد أن تشكل. وإذا مثل اليهودية مغلقة نقول عليها ما تبشر، فهي تريد أن تقود العالم. هم بني إسرائيل يريدون يقودون العالم وهم أفضل البشر، الله اختارهم ولم يختار غيرهم. نفس الشيء، نفس الفكرة، والمسيحية كذلك. فهذه الفكرة، فكرة الاستحواذ على الله من خلال مسمى محدد داخل هذه الأديان الثلاثة، جعلهم بصراحة يصابون بهذا الغرور ويصابون بهذه المركزية، وستبقى الأمور على هذه الشاكلة لزمن طويل. لا نلمح إلى يومنا هذا، رغم كل الكلام الباذخ اللي هو لا وجود لا رصيد له، لا نلمح حوارا بين هذه الأديان الثلاثة، حوار حقيقي، مش مؤتمرات كذابة يعني تطلع بقرارات ويوم الثاني تشتعل الحروب. لا نلمح، بل أن أحيانا ونرجع لتاريخهم، هم نفسهم سوى المسيحية والإسلام واليهود، المذاهب اللي داخل هذه الأديان الثلاثة واحد في الآخر. يعني المذاهب التي داخل الأديان، لا الأرثوذكسية تقبل بالكاثوليك، ولا الكاثوليك يقبلون بالبروتستانت، ولا البروتستانت يقبل بهؤلاء، وهاي جعجعة لا تنتهي. ونفس الشيء في الإسلام، ونفس الشيء في اليهودية. فالمشكلة هذه مشكلة احتكار الحقيقة، احتكار الله، هاي ومحاولة السيطرة على العالم. هذا الطموح، والعالم لا يسيطر عليه من قبل فئة واحدة مهما كانت، عرقيا أو دينيا أو تكنولوجيا أو ثقافيا أو فنيا أو عسكريا، أي شيء. لا يمكن، هذه أنواع بشرية مثل أنواع النباتات، مثل أنواع الأحياء الأخرى. كل واحد له الحق في العيش، وكل واحد له الحق في اختيار شكله ومضمونه كما يريد يعني. وحسناً فعلت العصور الحديثة عندما وصلنا إلى الحرب العالمية الثانية، انتهت وجاءت بعدها فكرة تقسيم العالم على شكل كنتري، بلدان، فليخمد كل واحد في بلده وينعم بالحياة وبالسلام والأمان، وتنتهي القصة. قصة السيطرة على الشعوب يجب أن تنتهي إلى الأبد، باسم الدين وباسم التكنولوجيا وباسم التفوق العسكري وباسم التفوق العرقي وهكذا. وبعدين وين نروح؟ وين رايحين احنا؟ يعني شيء معيب جدا على الإنسان في هذا الزمن اللي قطع الإنسان به شوط طويل، أنه لحد الآن يمتلك طموحات للسيطرة على الشعوب الأخرى. هذا شيء مخزي أصلا. إذن دعوا نظام العالمي المعروف الذي بالمناسبة قبلنا به، وإلا كيف أنا أقول كعراقي لا أسمح بشبر واحد يؤخذ من العراق، أو مصري لا أسمح بشبر؟ طيب إذا أنت تدافع فقط على الأرض، إذا هذه الأرض هي من حيازة ذلك الشعب، لا يجوز أن تأخذ شبرا من غيرك أيضا. شوف، لا يجوز. ما دمت تحب بلدك إلى هذا الحد، أعطي الحق لغيرك أن يحب بلده لحد الشبر. إذن يجب أن تنتهي هذه الخرافة، خرافة السيطرة على الشعوب إلى الأبد. وحتى المحاور، يعني هذا التحارب بين اللي كان بين الاتحاد السوفيتي وكذا سقط، طلعت لنا أمريكا بنفس القوانين، إنه هي تريد السيطرة على الشعوب، اقتصاد طبعا، مسميات اقتصاديا عسكري،
الآن شفتوها بدأت تنسحب من أفغانستان والعراق وكذا، وتريد بس تكف الشر، خلاص تعبت من هذا. وعلى الآخرين القادمين الجدد بالمناسبة، اللي هم روسيا والصين وإيران، هل شعوب عليهم أن يسمعوا الدرس من جديد، أن يكفوا عن هذه المعزوفة النشاز، يعني اللي يكفوا عنها خلاص، يعني شعوب كل واحد مرتاح في مكانه وتنتهي هذه القضية إلى الأبد، لأن ما ينتظرنا بالمستقبل كثير جدا، ونتطلع إلى حياة أخرى وأفضل. أنا آسف طولت، بس كان لابد أن أحكي بهذه الطريقة. دكتور وليد الشوملي عزيزي، أشكرك جدا وأتشرف بك دائما صديقا وأخا ويعني محاورا وكذا. أنا أريد أن أتوقف شوي معك في موضوع تقول لي أن علم الأديان يجب أن يسمى بعلم دراسة الأديان وليس بعلم الأديان. أتوقف بنقطتين. النقطة الأولى يا صديقي العزيز يا صاحبي، هذا العلم منذ قرن ونصف أصبح علما أكاديميا، لا نستطيع لا أنا ولا أنت أن نغير اسمه، هذا اسم علم الأديان. ثانيا، كلامك يوحي بأن ليس في الدين علم، يوحي بأنك فاهم المسألة بطريقة خاطئة. أنا من نقول علم الأديان مو معناها الدين فيه علم، العلم الذي يدرس الدين اسمه علم الأديان. فمثل ما زين، احنا ليش ما نقول على علم الاجتماع العلم الذي يدرس علم دراسة المجتمع؟ هو نفس الشيء، نفس الشيء. المجتمع ما بيعلم بالمعنى اللي قصدته انت. اذا دع الامور كما هي، هذا العلم يقول حرفيا انه يدرس الدين، مو يشتق من الدين علما. لا، كارثة اذا الناس فاهمة الامور بهذه الطريقة، هي مشكلة خطيرة جدا اعتبرها. يا أخي، الدين هو عبارة عن أحداث ونصوص، أنا أأتي إليها كدارس وأقرأ النصوص والأحداث وأبدأ أحللها، هذا هو الموضوع. أنا ما أريد أطلع علم من الدين، ها وين مستحيل هذا. الدين طريقة في النظر إلى العالم، نوع من المعرفة السابقة وانطوت الآن، خلاص تجاوز العلم وطلعت طريقة أخرى. تبقى مهمة لأنها تغذي شعورنا بالأمان، تصلنا بالمطلق، تسعدنا إلى آخر، لكنه ليس في الدين علما مطلقا، لا يوجد علم في الدين. هاي واحدة. ثانيا، أن طبعا أنت برهنت على هذا أن النسبي والمطلق، إذا شفت هو هذا المشكلة اللي أنت موقع نفسك فيها. أنت متصور بأن العلم الدين فيه نسبي ومطلق وإلى آخره، لا أبدا، الأمر شوي في ملتبس، ويعني فعلا أرجو أن تعيد النظر بهذه القضية. الأديان الإبراهيمية أخذت، هذا كلام صحيح جدا، أخذت من ما سبقها، الأديان الإبراهيمية أخذت مما سبقها ثم كفرتهم وهاجمتهم، وهذا صحيح 100%. ولهذا نحن في مجهوداتنا البسيطة، صدقني ليس يعني ما عندنا عداوة، من يقول عندنا عداوة الأديان الإبراهيمية، احنا نريد نقول أنه هذه قضية تاريخية، هذه الأديان جاءت بعد الحضارات الأولى فأخذت منها تلقائيا، يعني هذا بديهية من البديهيات. أما يجي من يقول لي لا هي نزلت من السماء، لا، أقول لا، يعني الأمر شيء آخر كل صراحة. هذه الأديان أخذت من ما سبقها، وإلا لما تكررت أشياء مثل الخليقة والطوفان وغيرها من الأشياء اللي تحدثنا عنها طويلا، لما تكررت في تلك الأديان السابقة وفي هذه الأديان الثلاثة. رجال الدين ليسوا علماء طبعا، بدي أنا دائما ما أنا استغرب من يسمون علماء الأديان، منين جابوا العلم؟ يعني هم يعني فقهاء داخل دينهم، يعرفون يعني تعاليم الدين نفسه، هم مو علماء. العالم هو الرجل الذي يفحص الدين، عنده وبشرط أن يكون عنده يعني تحصيل أكاديمي في هذا الموضوع، يعني عدة أكاديمية. ثم نعم، الأديان السابقة جعلتنا نحقد للأسف، وأنا هذا ما أحذر منه، ويعني بذل الجهد معقول فيه، جعلتنا نكره، ويعني أصلا شعبيا على المستوى الشعبي من يجيب كلمة فرعون رأسا حقد وكذا، ويعني
على حضارة عظيمة وجبارة مثل الحضارة المصرية، لا نظير لها في التاريخ بالمناسبة. كيف بهذه البساطة نجي نصادرها إحنا من وراء اسم شاع دينيا، أو حتى الحضارة البابلية أو الأشورية أو الحمد لله سومرية نجت لأن تراثها اندثر. فمن إجوا هم ما لقوا تداعيات السومريين عند البابليين والآشوريين، أما السومرية تخلصت اندثرت جوا الأرض وأنقذت نفسها من تشويهات الأديان الإبراهيمية. الأستاذ نظمي يوسف سالسة يقول الإسرائيليات، هل الإسرائيليات صحيح أنها هي التي أسست المسيحية والإسلام؟ نعم، ولهذا لا معنى، وأنا حقيقة أسخر من فكرة أنه في التفاسير وفي التراث الديني وأحيانا حتى في القرآن الإسرائيلية، طيب ما هي كل أمور هي كلها متصلة ببعض، يعني بل بالعكس، يعني هناك أشياء تؤكد أنه هاي أمة مختارة وإلى آخره. كيف يعني إحنا، يعني هناك من قال في لما حتى على القرآن وكأنه نزل على اليهود، يعني ثلاثة أربعة يحكي عن اليهود، فكيف ننكر هذه الحقيقة يعني؟ فموجود المسيحية معروف جدا، وبدليل المسيحية الآن في كتاب واحد اسمه الكتاب المقدس، ورجوع له ويتحدث مع المسيح يحكي معاك على إرميا وعلى حزقيال وعلى كذا بشكل طبيعي، وكان العداء القديم اللي كان بين المسيحي واليهودي قد انتهى، فأصبحت الأمور أن هذا امتداد لهذا وخلص يعني. فهاي موجودة، هاي الأديان الثلاثة واحدة جاءت من الأخرى بكل بساطة وبتسلسلها التاريخي المعروف اللي هو اليهودية المسيحية الإسلام. وسأتي على جواب بعد شوية من الأستاذ عثمان. دكتور تحسين، كيف تكون الدين؟ يعني حضرتك تذكر دكتور تحسين لما كنت في لندن وسويت محاضرة اسمها تاريخ الأديان من وجهة نظر علمية، أنا أذكر حضرتك كنت موجود، وبدأت بها من الشعيرات الأولى في عصور ما قبل التاريخ، وبديت أتسلسل وأصل إلى لحظة الانقلاب الحضاري عند السومريين وإلى آخره. فالحقيقة أن الأديان نشأت بالطريقة الآتية، سأعيد بعض ما يمكن نسيه. أول شيء نشأ منذ العصور المبكرة، منذ الباليوليت تقريبا، يعني اللي هو في حدود مليون إلى مليون ونصف تقريبا، يعني بداية إلى وصولا إلى الميزوليت، يعني هو عندنا الباليوليت بمراحله الثلاثة اللي هي أسفل وأعلى وأوسط، أسفل وأوسط وأعلى، ثم الميزوليت. الميزوليت فترة انتقال، كان السحر هو الذي سيطر، والسحر كما قلت لكم ليس دينا، ولكن يشبه الدين بمعنى من المعاني. هو يشخص الظواهر على أنها قوة، هناك قوة تأتي بالعاصفة طبعا، وقلت أيضا أنه هو طريقة تفكير عقلي، فيفسر الأمور بهذه الطريقة، يعني لا ينسبها لإله، لا توجد في حياة الساحر شيء، أو في مرحلة السحر لا توجد إله. وحتى تماثيل الفينوسية هذه الحقيقة لم تكن تعبر عن آلهة، تماثيل الفينوسية الأولى قبل اكتشاف الزراعة. لما وصلنا إلى مرحلة الميزوليد كان الاعتقاد قد وصل إلى فكرة الأرواحية اللي نسميها الأنيميزم. ما هي الأرواحية؟ الأرواحية هو الاعتقاد بأن الكون كله أرواح، هناك روح عظمى سموها بعدين، يعني العلماء سموها المانا عند يعني الشعوب القديمة والبدائية، روح عظمى، وفي كل شيء روح موجودة، حتى في الجماد، تخيل حتى في الجماد. ما سموها إله في الميزوليك، سموها روح، أرواح، هاي الأنيميزم. لكن الانقلاب الحقيقي بدأ مع النيوليت. في النيوليت يعني اللي هو العصر الحجري الحديث اكتشفت الزراعة، الرجل عرف أن المرأة هي التي، لأن هي اللي اكتشفت الزراعة كما تقول يعني بعض الاستنتاجات المهمة في هذا الموضوع. لماذا؟ هو أصلا الرجل كان بصراحة يخاف من المرأة لأنها تلد،
هو لا يلد، هو يشعر بأنه هو شخص فاني. أما اللي يديم النسل يبقى على النسل هو المرأة، وهو لا يعرف بأنه هو سبب بالمناسبة، هو لا يعرف. لمنين يجيب هذه المعرفة؟ يعني مسافة طويلة بين الإنجاب، يعني بين الاتصال والإنجاب. إذن المرأة كانت شبه مقدسة خلينا نقول بها، ولكن عندما اكتشفت الزراعة وأصبحت هي التي تزرع، خصوصا هذه الحقول الصغيرة أمام الأكواخ والكهوف، الرجل عزى هذا الموضوع لفكرة أن بما أنه هي تستطيع الإنجاب من جسدها، إذن هي تستطيع استنبات الأرض، وقارن بين المرأة والأرض، اعتبر المرأة تشبه الأرض. هنا ظهرت فكرة أن المرأة أو في المرأة طاقة إلهية، هنا ظهرت فكرة ما يسمى بالإله الأم، ليس العذراء. يعني المرأة العذراء هم عقيمة لأنها لا تنجب، لاحظ الأم يعني التي تنجب هي صاحبة التكوين الإلهي أو فيها شيء من الإلهي. وهذا جعل الصياد، الرجل الصياد، يعني يترك المجال بما أن هي المرأة، لأن هذا اقتصاد. قبل كان هو يروح فقط يروح يقطف الثمار، هو الرجل يقطف الثمار ويجلب الحيوانات المصطادة. الآن هناك امرأة تستنبت ما تريد من النباتات، وأيضا هو بيد يساعدها، لكن هو يعرف لوجودها حيحصلها. فنشأت فكرة أن هناك إلهة للأرض. هذا التحول من الروح، من الأرواحية إلى الإلهية هو الدين. الأرواحية تابعة للسحر، في حين الإلهية اللي هو في الإله الأم تابعة للدين، هي بداية الدين حقيقة. عندما جاء العصر النحاسي، حجر النحاسي، والرجل عرف دوره في الإنجاب وأصبح هو المركز العائلة وله أبناء وبنات، والمرأة صارت جزء من الطاقم، عند ذاك الآلهة ازدادت. لاحظ حتى تعدد الآلهة بدأ مع الرجل، ولم يبدأ المرأة معها توحيد، لأن هي إلهة واحدة. لاحظ المفارقة العجيبة. في المرحلة الزراعية للنيوليث هناك توحيد أنثوي، في حين في المرحلة النحاسية هناك تعدد ذكري وأنثوي أيضا. بالمناسبة الأنثى أيضا أصبح لها. وهكذا بدأ الدين كنظام هالمرة. هناك كان كفكرة، الآن في العصر الأنثوي الآن أصبح سيستم، لأنه هناك إله سماء وإله هواء وإله أرض وإله نهر وإله بحر وإله يعني أي مادة، إله الخشب، إله الزرع، إله الحديقة، أي شيء. المهم انتشر الأمر بهذا الطريقة، وأصبحنا أمام سيستم نظام، وأريد لهذا النظام أن يأخذ دوره في الحياة. فنشأت المؤسسة الدينية، وبذلك نشأ الدين بشكل واضح جدا. أنا هذه يا دكتور تحسين وجهة نظري عن بداية الدين. الحقيقة أنا أقرأها في كتب أخرى بطريقة أخرى، لكن أنا يعني بعد خبرتي في هذا المجال وصلت إلى هذا الاستنتاج. السيدة ندى، من أين جاءت تسمية النصارى؟ النصارى كما هو معروف عنهم تاريخيا هم فرقة يهودية آمنت بما جاءت به المسيحية، ولكنها لم تؤمن بالثالوث. يعني اعتبرت المسيح هو من نسل داود، هو هذا المنتظر الذي كانت تنتظره اليهودية، ولم تؤمن بفكرة الأب والابن والروح القدس، أو كان الأب والابن والأم، لكن هي آمنت بهذا الشيء واستمرت. وليس بالضرورة بالمناسبة مكانها في الناصرة أو كما يقال، لا أبدا. يعني وأعتقد أنها كانت هي اللي موجودة في زمن نشوء القرآن، لأن القرآن لم يأتي على ذكر المسيحية على الإطلاق، كان دائما ربما لأنه لهم علاقة ببعض، يعني الإسلام والنصارى لهم علاقة ببعض، وسيأتي على هذا في تحدث مع أستاذ عثمان. فهذه التسمية، إذن هي فرقة، وهم يعتبروها أيضا فرقة باطنية، يعني اليهود أو المسيحيين، حتى المسيحيين بالذات يعتبرون فرقة باطنية يعني هذه. وطبعا هي معروفة، يعني كان يقودها واحد اسمه
يعقوب أخ الرب، يعني اللي هو أخو سيد المسيح على أساس يعني من 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 من, من الأب يوسف، يعني يوسف النجار، يعني ليس من مريم. وسموه كنيسة الأبيونيين وكنيسة الفقراء وكنيسة النصارى، هي نفس تعتقد واحدة، لكن صعب جدا يعني تلمس تطورها وين ذهبت. أنا حقيقة للأسف ما زلت غير ملم بشكل دقيق بهذا الموضوع. أيضا سؤال ثاني لندى، تقول بأن يوحنا والمسيحية هناك مشكلة، أنه كيف أن يعني تقول بأنه اليهودية لا تؤمن بالاغتسال أو التعميد، وظهر من عندها من اليهودية شخصان هما يوحنا والمسيح، واثنين هم متعمدون، فمن أين يعني هل هذا صحيح أو هذا منطقي؟ ولذلك هل المسيح مندائي أو صابئي؟ لأن هاي الطائفة كانت الحقيقة طقس الاغتسال ما مقتصر فقط على المندائيين ولا فقط على يوحنا، هناك فرق كثيرة جدا لو أعدد لكم يمكن 10 فرق تؤمن بالأكثر حتى من تؤمن بفكرة الاغتسال والتعميد، لا نستطيع أن نحصرها. يعني حتى في بعض مخطوطات قمران والبحر الميت موجود يعني فرق يهودية ومسيحية كانت تؤمن بهذا الحقيقة. ومعلم الحق كما يسمى في مخطوطات البحر الميت يشار، هو ما مذكور اسمه لكن يشار له بأنه هو نفس يوحنا، كان هو والمسيح في داخل يعني جماعة واحدة، يعني جماعة واحدة من جماعات الباطنية، لكن كما يقال حقيقة أيضا ما زلنا غير متأكدين أن المسيح أعلن أو أفشى بسر الطائفة ويعني أعلن الدين مثل ما يقولون أعلنه واتبعته الناس. وإلى هذا الموضوع ما زال فيه جدل وفيه يعني من هو بالضبط هذا الشخص، هل له وجود تاريخي، هل يوحنا له وجود تاريخي، لأن يوحنا في الروايات مختلف عند المسيحيين مختلف عن اليهودية وعن المندائية، بالمندائية تماما مختلف تماما قصته قصة أخرى بالكامل. فلا نريد الحقيقة، لا أريد أن أقول هذا صحيح وهذا خطأ، كلها روايات، نرجع مرة أخرى كلها مرويات دينية، الآثار ما زالت يعني غير دقيقة إلا النصوص، والنصوص كما أقول يعني نتعامل معها عقليا، ما نتعامل معها على أنها نصوص صحيحة، دائما نحللها يعني تخضع للتحليل. سؤال الأخير للأستاذ عثمان، الترتيب التاريخي عزيزي هو اليهودية أولا ثم المسيحية ثم الإسلام، شيء آخر أنا لا أعرفه ولا أريد أن أناقشه. نشأة الإسلام كدين، هل كان الإسلام من طائفة نصرانية؟ هذا الآن بحوث حضرتك تعرف أن يعني هناك يعني بحوث طويلة عريضة الآن تسمى بالإسلام المبكر، وهي يعني خاضت هي وأتباعها في عالمنا العربي خاضوا مخاض عجيب غريب واجتهدوا كثيرا، وأنا لا أرى انكشاف الضوء من الظلام في هذا الموضوع لحد الآن، أراقبها وأتتبعها وأجمع مصادرها وأحاول أن يعني أدرسها دراسة جيدة، لا أريد أن أتعجل ولا أريد أن أستعجل في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع مهم جدا، وهو أيضا الفشل فيه مؤذي، لا يمكن أن واحد يتسرع في قضية من هذا النوع. أنا لا أقول أن هذه ليس لها أهمية، بالعكس أنا دائما من المطالبين بأن الآثار هي التي يجب أن تعطينا تاريخ الأديان، فبالتالي من الطبيعي جدا أن نطالب بالآثار المبكرة للإسلام، هذا دائما، وبالآثار المبكرة اليهودية. يعني إحنا كيف نفينا كتابة التوراة؟ أنا واحد من الناس كيف نفيتها عن كل فلسطين وبدأت في وادي الرافدين كتابة التوراة بالآثار، ما نفيتها بكيفي. وأيضا عن المسيحية، متى كتبت الأناجيل ومتى بدأت المسيحية؟ عبر الآثار. فكذلك ينطبق الأمر على الإسلام، بالآثار يجب أن نحلم. ولكن
لا أستطيع أن أجازف وأقول كلمة غير دقيقة في هذا المجال ريثما أتمكن من دراستها دراسة حقيقية. وحضرتك تعرف والمشاهدين يعرفوا أنه أنا فعلا منشغل بأشياء كثيرة جدا وفي قطاعات كثيرة سيتاح لي الوقت أن أتحدث بها. شكرا جزيلا لكم وأسمع ما تبقى.